بس لا تلحق الضرر بالمرافق العامة. احفر احفر بحثا عن الكنز، مرحى مرحى أين هو؟ مرحى مرحى أين هو؟ هو أنبوب مياه آخر. هل أنت متأكد من وجود الكنز هنا؟ بالطبع، انظر إلى الخريطة، الكنز مدفون هنا. واو، هيا نسرع. أها. واو، إنه الكنز، وجدناه. أو لا، أصبح معي آخر. أين أخي الكريم؟ أخي ساعدوني. لنذهب ونبحث عن النقيب لابرادور. انتبه. أو لا، هناك خط ماء. بابيون، اذهبي واكتشفي مصدر المياه. دوبي، لنجهز حاجز الشرطة، الناس يجب أن يبقوا بعيدا. نقيب لابرادور، لقد وجدته. لقد كان بسبب كسر في أنبوب مياه تحت الأرض. لقد أغلقت بوابة الماء. أحسنت. نقيب لابرادور، لقد جرفت المياه أخانا الكبير. ماذا؟ أوصلانا إليه الآن. إنه هناك في الأسفل. لنذهب ونلقي نظرة. هذه هي المجرفة التي استخدمناها للتنقيب عن الكنز. التنقيب عن الكنز؟ وبينما كنا نحفر تدفقت المياه فجأة وجرفت أخي بعيدا. إذن الإخوة الغرير هم الذين كسروا أنبوب الماء. هذا مكان عام، لا يمكنكم نبش الحفر وكسر أنابيب المياه هنا. يوجد نفق هنا. أنتما اذهبا إلى مكان آمن الآن. من الممكن أن شقيق الغرير قد جرف من هنا، لنذهب. شقيق الغرير، سمعت شيئا هنا. إنها مجرد حشرة. يوجد الكثير منها. لقد أخفتها فابتعدت. ما هذا الصوت؟ اهربوا. ساعدوني، انه شقيق الغرائل. هيا بابيون، هيا اصعد يا دوبي. تمسك بذاك السلم. دوبي، انظروا إلي. تفعيل وضع السرعة.
حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، أنابيب المياه مرافق عامة للجميع، إذا انكسرت فلن يتسبب ذلك في إهدار موارد المياه فحسب، بل ستصبح غير صالحة لنا جميعاً، وحتى تعرض حياتنا للخطر، لذا رجاءً لا تتسببوا في الأضرار بالمرافق العامة، واعتنوا بها دوماً، رجاءً تذكروا ذلك. السلامة في القطار. تعالي يا أمي لنذهب. القطار سيغادر قريباً، يرجى من جميع الركاب الصعود. دوبي، ما هذه الحقيبة الكبيرة؟ لرحلة طويلة كهذه، بالطبع سأحضر الكثير من الأشياء. واو، أبواب أوتوماتيكية، هذا مدهش. دوبي، هل أنت بخير؟ أنا آسفة جداً، صغيري توقف عن الركض بالأرجاء. القطار سيغادر قريباً، رحلة ممتعة. واو، إنه جميل جداً. إنه ساخن جداً. القطار سيصل قريباً إلى محطة الغابة الممطرة، رجاءً استعدوا للنزول. لقد توقف، يمكنني النزول واللعب. واو، كعك. أنا أعدك. ماذا أختار؟ هذا وهذا، أريدها كلها. أين أنت؟ سيدة دب، ما المشكلة؟ نقيب لابرادور، صغيري كان يركض في القطار وهو الآن مفقود، ماذا علي أن أفعل؟ سنساعدك في العثور على الدب الصغير. ماذا علي أن أفعل؟ لقد ذهب القطار. أمي. مرحبا يا صغيري، هل تبحث عن أمك؟ تعال معي، سأساعدك في العثور على أمك. حقا؟ شكرا سيدي. لقد وقع في الفخ. سيدي، أريد الحصول على بعض الكعك. بعد أن نجد والدتك. لكنني جائع جدا. حسنا حسنا، سأشتري لك واحدة. هيا كل القليل ثم لنذهب للعثور على أمك. هل رأيت هذا الصغير في الجوار؟ لا. هل رأيت هذا الصغير؟ لا، لم أرى. سيدة أرنب، هل رأيت دباً صغيراً في الجوار؟ أوه، إنه هو الذي كان يركض في القطار وأسقط طبقي. لقد ذهب في هذا الاتجاه. آسفة جداً سيدة أرنب. سيد كسلان، هل رأيت الدب الصغير؟ أجل، رائع. أين هو؟ لقد نزل للتو من القطار. أو لا، إنه في محطة الغابة الممطرة، علينا ركوب القطار ثانية. سيدي، أريد المزيد، أريد المزيد. لماذا تأكل الكثير؟ تعال معي الآن. انسى الأمر. اترك. أو لا، الشرطة. أمك كانت قلقة جدا. لن أركض بالأرجاء ثانية. توقف. أو لا، هناك. لا تدفع، لا تدفع. نقيب لابرادور، رجاء افسح لنا الطريق. توقف هناك. لا، لا.
توقف! لماذا لا يتوقفان عن مطاردتي؟ يجب أن أعبر من هناك. لا تتجاوز خط الأمان. لن أستمع إليك. شاهدني هناك. كان ذلك وشيكا. هذا مخيف جدا. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، عندما تركبون القطار فرجاءً كونوا حذرين. عندما تكونون على الرصيف لا تتجاوزوا خط الأمان، قد تسقطون أو تعلقون تحت القطار. انتبهوا لخطواتكم وانتظروا في الطابور عند الصعود والنزول من القطار. لا تدفعوا الآخرين وابقوا بالقرب من والديكم. ولا تركضوا أبداً بالمكان أو تنزلوا من القطار بمفردكم. رجاءً تذكروا ذلك. البجع الصغير ضائع. أمي أمي أوه مرحبا أيها الصغير، هل أنت بخير؟ لقد فقدت أمي. لا تبكي يا صغير، سنساعدك في العثور على والدتك. لا تقلق، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. ما اسمك يا صغير؟ اسمي رمادي. وما اسم أمك؟ أمي. أعني ما هو اسم أمك؟ إنه فقط أمي. حسناً، هل تعرف رقم هاتف أمك؟ ربما 777 3 3. مرحباً، هل أنت أم رمادي؟ ماذا؟ رمادي! ماذا؟ رمادي! هل وصلت تنورتي الرمادية؟ لا شيء، آسف. يا رمادي، هل أنت متأكد أنه 777 3 3؟ لا أتذكر. إذن هل تعرف عنوانك؟ لا، الذي أعرفه فقط هو وجود بركة كبيرة بجوار منزلي. بركة؟ عائلة الإوزة البرية تعيش بجوار البركة. رائع، لنذهب إلى بيتها. من بالباب؟ نقيب لابرادور، هل يمكنني مساعدتك؟ سيد إيوس، هل جميع صغارك في البيت الآن؟ بالطبع، كلهم معي في البيت. الجميع اجتمعوا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، لدي 6 أطفال فقط. لماذا يوجد 7 الآن؟ أين رمادي؟ من منكم رمادي؟ الجميع اصطفوا. أمسكتك يا رمادي. لم نعثر على أي دليل. مثلجات مومو، أحب مثلجات مومو. رمادي، هل كنت تأتي مع أمك إلى هنا أحياناً لشراء مثلجات مومو؟ إذن لنذهب ونسأل.
مرحباً، هل يمكنني مساعدتكم؟ آنسة بقرة، هل تعرفين رمادي؟ رمادي؟ ما الذي تفعله هنا؟ أمك كانت تبحث عنك. أين ذهبت؟ من ذاك الاتجاه. أمي بجع؟ إذن رمادي هو بجع صغير. أمي أمي فقدت. إنها هناك. أين صغيري؟ أنا قادرة. لا يمكننا اللحاق بها، ماذا نفعل؟ لدي فكرة. سيدة بجعة، سيدة بجعة. النقيب لابرادور. أخيرا، انظري هناك. أمي صغيري. صغيري. أين ذهبت يا صغيري؟ كنت قلقة جدا عليك. أمي حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، عندما تخرجون مع والديكم يجب أن تبقوا بالقرب منهم دوما، وإذا أضعتموهم ابقوا في أماكنكم وانتظروهم أو اطلبوا المساعدة من ضابط الشرطة. تأكدوا أيضا أن تحفظوا أرقام هواتف والديكم وعنوان بيتكم، ذلك سيساعد الشرطة في العثور على والديكم. رجاء ضعوا هذا في الحسبان. طوق النجاة للحماية في البحر. ياي، أنا هنا. صغير الفيل، لماذا تضع طوق السباحة؟ عليك ارتداء طوق النجاة في البحر. إنهما متشابهان، وطوقي يبدو أفضل. موجة كبيرة. لقد ذهبت. أين صغير الفيل؟ صغير الفيل. قد جرفت الموجة صغير الفيل. ماذا؟ ولدي؟ يوجد خطب ما هناك، لنذهب. نقيب لابرادور، لقد جرفت الموجة ولدي. ماذا؟ ألم يكن يلعب في منطقة السباحة الآمنة؟ هذا صحيح، لكنه كان يرتدي طوق السباحة. أطواق السباحة يمكن أن تنجرف بسهولة لأنها خفيفة جداً. سيد فيل، الصغار يجب أن يضعوا أطواق النجاة عندما يلعبون في البحر. سنذهب للبحث عن صغيرك. ولدي. صغير الفيل، أي طريق علينا أن نسلك؟ حبة جوز الهند تلك تطفو مع التيار. لنذهب في الاتجاه الذي تذهب إليه، لنمضي بأقصى سرعة. النجدة. ما هذا الصوت؟ صغير الفيل، أين أنت؟ أين أنت؟
هذا؟ انظر. قبعة سباحة صغير الفيل. لنذهب بذاك الاتجاه. ما هذا؟ إنه صغير الفيل. أمسك طوق النجاة. صغير الفيل، عليك ارتداء طوق النجاة عند اللعب في البحر، ليس طوق السباحة. لقد فهمت. السمك الطائر ثانية. شو لا تخاف، سأبقيك بأمان. انتبه. إنه الحوت القاتل. واو، لم ينفجر. لنغادر المكان. تمسكا. لن يتمكن من ملاحقتنا بين الصخور. هيا بنا. نحن بأمان الآن. كان ذلك مخيفا جدا. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، عندما تلعبون في الماء على الشاطئ يجب أن ترتدوا طوق النجاة وليس طوق السباحة. أطواق السباحة هي ألعاب للهو في الماء وهي رقيقة جداً. يمكن أن تسرب الهواء بسهولة أو تنفجر، ويمكن حتى أن تجرفها الأمواج، وهذا خطير جداً عليكم. لذا رجاءً تذكروا ارتداء طوق النجاة في البحر. لا تركب سيارات الغرباء. واو واو واو، دكة كبيرة. مرحبا يا صغير، أنت المزيد في سيارتي. هل تريد الدخول وتذوق بعضها؟ أجل، من فضلك. لا 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 لا. مرحبا يا صغيرتي، هل يمكنك أن تدليني على الطريق إلى الحديقة رجاء؟ بالطبع. مرحبا يا صغيري، لقد طلبت مني أمك أن أرسلك إلى المنزل. لكني لا أعرفك. بحسب التقرير، شخص ما اختطف الصغار بالسيارة مؤخرا. لا، علينا معرفة من هو. سأبحث بمروحيتي في المكان. انتظرا، لدي فكرة جيدة. النوبتي. سيارة مشبوهة متجهة إليك. مرحبا يا صغيرتي، لا تبكي، سأعطيك لعبة جديدة. واو، خذي. هل أعجبتك؟ أجل، أعجبتني. هل يمكن أن يكون الخاطئ؟ لقد بلع الطعم. هيا نتبع. بابيون، بابيون. نقيب لابرادور، أنا مع الصغار. رائع، ابقي معهم حتى نصل إليكم. لا تقلق. لا تخافوا يا صغار، سأخرجكم من هنا. يا له من يوم جميل.
إنها الشرطة. أوقف السيارة! أوقف السيارة الآن! لن تمسك أبي. لقد ذهب بعيدا. لا تقلق، لدينا جهاز تعقب بابيون. وجدته، إنه هنا أمامنا مباشرة. أو لا، ماذا يحدث؟ أوقف السيارة الآن. سأمسك بك. اخرج من السيارة، لا يوجد لك مكان للهرب. هل تظنان أهلكما تستطيعان إمساك بي؟ انتبه. ودغن. يوجد قارب، هيا نلاحق. أيها الدب البني، توقف. ابتعد عني. دوبي أسرع. أنا منهك. بابيون، حان وقت الخطة باء. بابيون دوما لديها الحل. دعني أبحث عن شيء آخر. إنه ند. لا أستطيع تحمل الرائحة. توقف. أو لا. لا أحد يستطيع الهروب مني. بابيون. نقيب لابرادور. لا تقلقوا، أنتم بأمان الآن. لن نركب سيارات غرباء ثرية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، يجب ألا تركبوا أبداً سيارات الغرباء، حتى لو أعطوكم ألعاباً أو وجبات خفيفة، أو أخبروكم أنهم أصدقاء لوالديكم. يجب أن ترفضوا ذلك دوماً. أيضاً إذا دفعكم شخص غريب إلى السيارة فاطلبوا المساعدة، تذكروا ذلك. مستنقع خطير. مرحبا، أنا النقيب لابرادور. لابرادور، الدب الصغير مفقود، أرجوك تعال وساعدنا. لا داعي للذعر يا صغير، سنكون هناك في الحال. نقيب لابرادور، كنا نطارد الفراشات هنا، ثم اختفى الدب الصغير فجأة.
ماذا؟ تطاردون الفراشات في المستنقع؟ هذا خطير جداً. المستنقع موحل بالكامل، رأيتما؟ يمكن أن تغرق فيه إن لم تكونا حذرين. أوه لا، هل الدب الصغير في خطر؟ أهو كذلك؟ سنذهب للبحث عنه. اذهبا للبيت الآن يا صغيران. دوبي خذ هذه، يمكن أن يكون خطيراً، استخدم هذا للبحث. الدب الصغير. لننفصل، انتبه لخطواتك. ها، المكان آمن هنا. الدب الصغير، الدب الصغير، أين هو؟ الدب الصغير. لماذا أصبح أقصر؟ أنا أغرق في المستنقع. ابقى هادئا، ابقى هادئا. ساعدوني، ساعدوني. دوبي حافظ على هدوئك، ابقى هادئا وإلا سوف تغرق أكثر. أمسك بالعصا سأخرجك. كان ذلك مخيفا جدا. ما هذه؟ إنها شبكة الفراشات الخاصة بالدب الصغير، يبدو أنه ذهب بذاك الاتجاه. بسرعة لنذهب. الدب الصغير. لا، الأرض لزجة جدا هنا. انظر لآثار أقدام الدب الصغير، لابد أنه أمامنا مباشرة. المكان آمن هنا من هذا الاتجاه. هناك، ساعدوني. الدب الصغير. نقيب لابرادور، ساعدني أرجوك. أيها الدب الصغير، لا تتحرك أو ستغرق أكثر. أنت بخير، سنخرجك الآن. دوبي اربط هذا حول خصرك. كن حذرا، لا تخاف. أمسكته. نقيب لابرادور. أو لا، إنها دوامة. انتبه. نغادر المكان. أو لا، الدوامة تكبر. احذرا، وجدتها. دوبي اربط الشجرة هناك بسلسلتك. انظرا إلي. ودع. هروب. نحن بأمان الآن. كان ذلك مخيفا جدا، لن ألعب قرب المستنقعات ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، المستنقعات خطيرة جداً، لذا لا تقربوا منها ولا تلعبوا فيها. إذا غرقتم في مستنقع فلا داعي للذعر، ولا تقاوموا وإلا ستغرقون أكثر. حاولوا الاستلقاء لإبطاء أجسامكم عن الغرق، واصرخوا لطلب المساعدة. رجاءً تذكروا هذه النصائح. لا تأكل الطعام المتسخ. أوه.
الثعلب، أريد واحداً. حسناً، انتظروا قليلاً. خذي، خذ، تفضل. ما هذا؟ سيد ثعلب، ما هذا الشيء الأسود؟ إنها مجرد شوكولا. يبدو أنك أحببت سلطتي. سأعطيك واحدة أخرى. شكراً. بطني تؤلمني. أين المرحاض؟ لماذا يوجد أناس كثيرون هنا؟ إنهم لا يبدون بخير. نقيب لابرادور، جميع هؤلاء أصيبوا بتسمم غذائي. هناك خطب ما. تسمم غذائي؟ دوبي، رجاء اكتشف ماذا أكلوا اليوم. مرحبا يا صغير، كيف تشعر؟ لقد استخدمت المرحاض 3 مرات. هل تتذكر ماذا أكلت اليوم؟ تناولت المثلجات وسلطة الفواكه وكعكة. لا، أحتاج دخول المرحاض مجدداً. سيدي، ها هو التقرير. جميعهم تناولوا المثلجات والكعكة وسلطة الفواكه. لنذهب للتحقيق مع هذه المتاجر. لست أنا، متجر الكعك خاصتي موجود هنا منذ 100 عام. لم يحدث شيء كهذا منذ أن كان جدي هنا. لست أنا، أنا متأكدة أنه لا يوجد مشكلة في مثلجاتي اللذيذة. انظرا، مثلجاتي سليمة. ماذا؟ هل تشكانني؟ متجري نظيف جداً، كل سلطة فواكه أختارها بعناية بنفسي. وأوعيتها بنفسي. واو، أحب سلطة الفواكه، أريد واحدة من فضلك. اختيار رائع. لا أظن أنه يوجد أي مشكلة في تلك المتاجر. لا تأكلها. شممت رائحة فاكهة متعفنة في سلطة السيد ثعلب في متجره. لابد أنه يخفي شيئاً. ماذا؟ أليس ذلك السيد ثعلب؟ ماذا يفعل هناك؟ لنذهب ونتبع. الفاكهة المتعفنة في كل مكان. لقد صدق ضابط الشرطة كل ما قلته. لا تهمني الفاكهة الفاسدة، أنا لا آكلها على أي حال. سيد ثعلب، كنت أنت من تسبب في مرض الآخرين. الشرطة، تعال معنا إلى مركز الشرطة. أنا سأركض. أراكما لاحقاً. يمكنك استعادتها. إنها مقرفة جداً.
لا تريد أكل الفاكهة الفاسدة، أليس كذلك؟ أنت سيء جداً، ستذهب معنا إلى مركز الشرطة. بطني، أرجوكم أخذاني إلى المستشفى أولاً. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، افحصوا طعامكم قبل أكله. إذا بدا متسخاً أو متعفناً أو انتهى تاريخ صلاحيته فلا يجب أن تتناولوه. يمكن أن يسبب الطعام الفاسد في آلام في المعدة وحتى التسمم الغذائي. رجاءً تذكروا ذلك. ماذا نفعل إذا صادفنا الأشرار؟ أراك غداً. أراك غداً. هيا يا صديقي، لنرى الوجبة اللذيذة التي لديك هنا. هذا لي. هيا، دعني فقط القرارة. لا، عيدها لي. سيارة ألعاب، أعجبتني. أعجبتني هذه. لقد فرغ. اذهب للبيت وأحضر لنا كل ما عندك من الوجبات الخفيفة، فهمت؟ إذا أخبرت أي شخص فستواجه مشكلة كبيرة. أيها البط الصغير، هل أنت بخير؟ أنا يا إلهي صغيري، لماذا أنت في هذه الفوضى ثانيةً؟ سيدة بطة، هل كان البط الصغير هكذا من قبل؟ أجل، هذا ما يشعرني بقلق شديد. أيها النقيب لابرادور، أرجوك ساعدني. أيها البط الصغير، رجاءً أخبرني بما حدث. أنا إذا أخبرت أي شخص فستواجه مشكلة كبيرة. أنا بخير، لقد وقعت فحسب. أنا ذاهب إلى البيت. صغيري انتظر. البط الصغير يتصرف بغرابة، أظن أنه يتعرض للمضايقة. ماذا؟ لابد أن شخصاً ما هدده. لدي فكرة. راقب البط الصغير، ربما يمكننا معرفة من يضايقه. ابقى هادئاً. انظر هناك، البط الصغير يخرج. لنتبعه. ثلاجات شوكولا لذيذة، اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا. واو، مثلجات. لنرى ما لديه. سأخذها. هو إنها لذيذة جدا. أيها البط الصغير، إنها لذيذة جدا. صديقي، تعال إلى هنا. قلت تعال إلى هنا. هذه لك أيها البط الصغير. إنها حشرة. زمان. ضعه في سلة المهملات. توقفوا، دعوه وشأنه. إنها الشرطة. توقفوا.
لا أحد يستطيع أن يجدني. لدي فكرة. يستطيع الهروب مني. ستأتون معنا إلى مركز الشرطة. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، إذا شخص ما ضايقكم فلا تخافوا، تذكروا بأن تخبروا شخصاً بالغاً يمكنه مساعدتكم. إذا لم تخبروا أو تطلبوا المساعدة فلن تتوقف المضايقة. يمكنكم الوثوق بأبويكم ومعلميكم والشرطة، هؤلاء هم الذين يمكنهم مساعدتكم. كونوا أطفالاً شجعاناً. قرش كبير قادم. تفضل. مرحبا، أنا الشرطية الجديدة بابيون. سعيد بلقائك شرطية بابيون. لدي الكثير من الأدوات المفيدة، ستكون مفيدة لعملياتنا. مرحبا، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، يوجد قرش يعض الناس، أرجوك تعال. مرحبا مرحبا، لنذهب إلى الشاطئ الآن. حسنا. عاصفة قوية. هيا اصعدا. تمسكا جيدا. راقبا ما لدي. دوران دوران. عاليا في السماء. هيا بنا. انتبه. اذا ما سأهتم بالقرش. شكرا دوبي. الجميع اخرجوا من الماء الآن. أخطأتني، لا يمكنك أن تعضني. دوبي اصعد الآن. حسنا، انتهى وقت اللعب. وداعا. كان ذلك مخيفا جدا. شكرا، انتم رائعون يا رفاق. نقيب لابرادور، اخي كان يركب الامواج لكنه لم يعد بعد. ماذا؟ سنذهب للبحث عنه في الحال. إنه هناك. علم. ساعدوني. بسرعة، إنه بخطر. بابيون، نحتاج مساعدتك. إيه؟ علم، انظروا ما لدي. هذا قارب إنقاذ ذكي، إنه أوتوماتيكي بالكامل. لنصعد عليه. دوبي أسرع. لا.
هيا. تمسك جيدا. هيا بنا. أنا آسفة، هناك مشكلة ما في اللحام، لكن لا تقلقوا، هناك طريقة أخرى. انظروا. دواسات. دوبي جدف. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، القرش حيوان بحري خطير جدا، لا ينبغي لنا أن نلعب في الماء عندما يكون القرش قريبا. إذا رأيتم قرشا اخرجوا من الماء واذهبوا إلى أقرب مكان آمن. كذلك لا تدخلوا الماء ولديكم جرح، قد تجذب رائحة دمائكم أسماك القرش. رجاء تذكروا هذه النصائح. وف! لا قمامة لا بعوض. ابتعدوا. الكثير من البعوض. ساعدوني، توقفوا عن ملاحقتي. الكثير من البعوض. اربطوا. ماذا حدث؟ رأسي. شفتاي. رقبتي. أشعر بحكة شديدة. ما الذي حدث لك؟ نقيب لابرادور، البعوض في كل مكان في المدينة، إنه مخيف جدا. انظر ماذا فعل بنا، أرجوكما ساعدانا. إنه قادم. دوبي لنذهب ونلقي نظرة. علم. الآن لا يمكنه أن يعضني. دوبي بسرعة. حسنا. المزيد والمزيد من البعوض قادم، يبدو أن منطقة تكاثره هناك. دعني أتحقق من ذلك. لا يمكنك نزعي. مؤخرتي. وجهي. يوجد الكثير منهم. لنذهب. إنه قادم. اختبئ في الصندوق. هذا مخيف جدا، يوجد الكثير منه، ماذا يجب أن نفعل؟ بابيون، نحن محاصران بالبعوض، نحتاج مساعدتك. بعوض؟ دع الأمر لي. إيه؟ بابيون دائما لديها الحل. واو بابيون، لماذا لا يلاحقك البعوض؟ لأنني أضع رقعا وأساور طاردة للبعوض. تفضلا. الآن لا يمكنه الاقتراب مني.
انظرا هناك، البعوض قادم من هناك. إيو، إنه قادر. لا يزال البعوض يتكاثر. على الأرجح أنه يتكاثر في أماكن قذرة ورطبة كهذه. لا عجب أن هناك الكثير من البعوض في هذه المدينة. من الذي أحدث هذه الفوضى؟ لست خائفا من ساعدوني. ماذا يحدث؟ لنذهب. ساعدوني. لنذهب. انظروا إلي. سيد بايسون، تأكد من الحفاظ على نظافة محيطك بعد الآن. سأفعل، ولن أرمي القمامة ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، البعوض في الصيف مزعج، فهو لا يعض فحسب، بل يمكنه أيضاً نشر الأمراض. عادة ما يتكاثر البعوض في الأماكن القذرة والرطبة، لذلك علينا أن نحافظ على نظافة منازلنا. أيضاً يجب علينا أن نحافظ على نظافة مدينتنا وألا نرمي القمامة. رجاءً تذكروا ذلك. السلامة في حمامات السباحة. توقف عندك. لن تستطيع الإمساك بي. علي أن أختبئ. قط صغير تحت الجسر، تعالوا وعدوا معي. 1، 2، 3، 4، 5. وجدتها. لقد هرب مجددا. مرحبا ضابطي الشرطة. مرحبا. ها، هل ذلك زي سجين الديكليس؟ ها، أو لا، يبدو أنه يختبئ بين البط. لنذهب الآن. ها، جميعهم يبدون متشابهين. يجب أن أعثر عليه. انتظر، إذا فاجأته فقد يؤذي البط الذي حوله. لدي فكرة. نحن مدربا سباحة جديدان، لنبدأ الدرس الآن. هل تظن أنه يمكننا العثور عليه إذا تنكرنا كمدربي سباحة؟ الدجاج لا يستطيع السباحة، لذلك يمكننا العثور عليه إذا راقبناهم بعناية. أوتش، هذا خطير. هذا مؤلم.
يا صغار، هذا هو الدرس الأول الذي سنتعلمه اليوم. يجب عدم رمي الأشياء بالقرب من حمام السباحة، قد تنزلقون وتسقطون. ضعوا معداتكم على هذا الرف. نعم سيدي. وتذكروا أنه عليكم الإحماء قبل الدخول إلى حمام السباحة، وإلا قد تصابون بتشنجات عضلية. الجميع اتبعوني لنبدأ بالإحماء. حسنا. 1 2 3 4. الشرطة ذهبت، لذا لا داعي للاختباء بعد الآن. سأذهب. 1 2 3 4. 1 2 3 4. أو لا، إنها الشرطة. 1 2 3 4. ماذا يجب أن أفعل؟ هل لاحظوني؟ لقد تم الإحماء الآن. ارتدوا معدات السلامة واستعدوا للسباحة. كواك كواك كواك، لنذهب للسباحة كواك. أنا لا أعرف كيف أسبح، سوف يجدانني على الفور. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ يا صغار، هيا ندخل إلى المسبح. اصطفوا واحداً تلو الآخر. انتظر. لم تضع طوق السباحة بشكل صحيح، هذا ليس آمناً. لقد فهمت. دعني أساعدك. لا بأس، سأفعل ذلك بنفسي. قدمك. رأسك. أنا فقط. أنت الديك اللص. وجدتني. لا يمكنك الهرب. كن حذرا قرب حمام السباحة، إنه زلق. ساعدوني، أنا عالق في حلقة السباحة. أرجوكم ساعدوني. كان ذلك مخيفا جدا. إذن هو الديك اللص. أيها الديك اللص، أنت رهن الاعتقال، ستأتي معنا. أرأيتم؟ لا يجب أن تتصرفوا مثله. اتبعوا قواعد السلامة في حمام السباحة. فهمنا. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، الأرضية المحيطة بحمام السباحة يمكن أن تكون سرقة، لذا إذا ركضتم أو رميتم الأشياء بالقرب من حمام السباحة فقد تنزلقون وتتأذون. قبل السباحة عليكم الإحماء وارتداء معدات السلامة المناسبة. من الخطر اللعب في منطقة المياه العميقة، لذا العبوا في منطقة الأطفال فقط.